هبلوني هبلوني. بصوا الشيلان شال بقى سكر، السكر اللي احنا اللي هو البسيط اللي عندنا المدلع بقى والحاجات دي بتزعل اتقل شويه، والخامه بتاعت الذهب النوع شكل تصنيعه مختلف طبعا شويه، زي الشال بالظبط او الكرافته اللي احنا بنجيبها. بصوا شكلها عامل ازاي، روعه. ده شكل لبسه. عايزه اقول لكم حكايه تحفه قوي. واو، معيد بس كده عبايتي بقى. بس بقى انه حلو قوي قوي قوي. حاجاتي بتتحفة في اللبس. ده عيار 21 مش 18. بس طبيعة. طبع منه اكتر من شكل. انت بقى طريقة لبس. تمام؟ دي في المناسبات كده بشكل حلو قوي. شوف اللي بعده. شال تاني. بجد روعة روعة. بصوا. ده بقى بيلف كل ده، ده ما بتلخمش تلوش يعني، عرفت كده اهو اهو، ولا سحر ولا شعر يعني. تمام اهو ماشي، ايا كانوا في واحدتين بس اهو اهو، روعه حلوه قوي 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 قوي. لكم موضوع لو لبس مختلف عندها يبان، لو حاجه انا لابساها هنا مظبوطه وكده غير اللي كان بيشوف الحاجه دي كان هيبقى شكله حلو قوي. طريقه صنعه فظيعه، تقيل مش خفيف، ما تقلقيش منه، انا ببعتلك فيه اهوت مش بريده حاجه ولا عمره ان شاء الله هيجري له. اقول لكم لا ده عايز كده. روعه روعة بجد، حلوة قوي. حكاية حكاية حكاية. ده حلو. شوف اللي بعده. عادي المنتقدات لو معاه فلوس يعني والدنيا تمام، عشان ما تطلعش تقول لي مين هيجيب الدهب ده كله كله. ده عادي، كل سلعة وليها اللي يقدر يجيبها وليها اللي يعرف يجيبها وليها اللي بيحب يشتريها. دهب احنا قلنا قبل كده ده اقتناء وزينة وخزينة وفلوس كل الحاجات دي. بص الشكل روعة قوي قوي، حلو جدا. لبسه فظيع طبعا، هو لبسه هنا طبعا لبسه فظيع، شكله حلو قوي، خامته حلوة قوي، حلو جدا. تاني تاني حلو قوي قوي، ده شياكه قوي 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 يعني قمر قوي. جميل. انا بس بعمل كده عشان مش عارفه اعرض هنا، عشان مش عارفه شكلي ايه اصلا يعني عامله ازاي، بس يعني نيروش نيروش نيرون مراية الصورة مش عارفة اطلع عاملة ازاي في الفيديو. فظيع فظيع فظيع، وعباء بقى يبقى احلى واحلى واحلى، حلو قوي. ميرو ثانك يو. اوكي ثانك يو.